مش كلها جايه من محتاج النهارده تسال نفسك الفكره الاولى ازاي نقدر نتعامل مع الايكويشنز ان كومبلكس اناليسيس ازاي اقدر احل المعادله دي كومبلكس الفكره الثانيه ازاي نقدر نتعامل مع الكومبلكس فانكشن اللي هي دم تساوي زائد اي زي النقطه الداله بتاعتنا على صوره هنا على صوره كارتيزيان على طول الجيم زائد اي دي الفكره الثالثه في الجزئيه دي ازاي نقدر نتعامل مع الاناليتيك والهارمونيك فانكشن الفكره الرابعه في الشابتر ده ازاي ان احنا نقدر نتعامل مع الكونفورمال لكن هو عمليه تحويل من الزيت الرومين او الرومين اللي هي ومطلوب ان احنا نستنى في علاقه معينه مرنه. الفكره نفس اللي كانت موجوده في الشابتر دي كانت تنتهي مع الشابتر ده واللي بعده ازاي نقدر نتعامل مع الانتجريشن اون كلوز كنترول. ازاي نقدر نتعامل او نعمل تكامل على صار النقطه. بعد كده لما نيجي على الفرد اللي معايا ده وناخد ده من الطرفين يبقى انا معايا ناقص
الثاني يعني مكتوب هو الاكس، بتعمل هنا الاكس معايا بيساوي تي اس نص على لان باي اس نص، ممكن نحطها تحت الاكس. ادي كده هو الفاضل اللي موجود معايا. والله عايز تجيب الفرد الاول الاول كامل، عايز تمشي حط فرد زي ما انا عامل، مفيش اي مشكله. انا اليمين عشان كده تحط الفرد ده مظبوط. بما ان هو ده الفرد معايا بتاع اكس، يبقى من هنا تجيب اكس بيساوي واحد على الجذر لين باي، ده يعتبر بالنسبه لي ثابت. التفاضل بتاعي تي هيطلع الاس بره وناقص الاس بتاعنا واحد تي تي. بما ان غيرت التداخل بتاع الرمز بتاع اكس هغيره تي، يبقى لازم تجيب الحدود دي. بمجرد نظر لما الاكس معايا التداخل الاصلي بصفر بالتعويض هنا هيطلع معايا بصفر، ولما الاكس معايا بما لا نهايه والتعويض هنا برضه يطلع معايا تي بما لا نهايه. بصفر الى ما لا نهايه. الباي اس ناقص اكس تربيع كلها على بعضها، انا سميتها كلها على بعضها اي اس ناقص اي. الدي اس اللي موجوده معايا في التكامل الاساسي لما انا بتفضل عباره عن واحد على اثنين جذر لان الباي تي اس ناقص نص تي تي. طبعا النص ده بالنسبه لي يمثل سالب داخل التكامل، هنطلعه بره الصورة اللي معايا هي اي اس ناقص سي بدل اي اس ناقص اكس، اي اس ناقص نص بدل اكس، بس انا سامعني قلت عليا ازود تي موجودة معايا، ازود النص بتاعها واحد، فبقى الصورة النهائية واحد على اثنين جذر لان باي اي جاما نص. فكرر تاني، لو ظهر معاك في النهاية أي حاجة تنفع عندها للفصل أو ليها بعض معلومة يكملها لغاية الآخر. يعني لما نبص احنا عارفين ان جاما نص بتساوي بناء على الكلام ده. لو بصينا في المساله ما فيش جمله مثلثيه، يبقى
لما انا النهايه كوبايه زي ما هو لسه عندي فوق تي اس 4 اكس عندي تحت 1 زائد تي اس 2 اكس على 4 دي اكس. نبدا تاني نقارن اللي معايا دلوقتي وهو اللي معايا طبقت الواحد بقى واحد المفروض بعد الواحد تاني ايه؟ اكس. فلما تيجي هنا تبدل اكس تدي على 4 اذا هو ده الفرق كل اللي احنا بنعمله في البيتا الحاجه اللي شبه ده معروف بنشيلها ونحط زي سنه التطور يبقى الفرق اللي انا اسمع عنه هنا في المساله ليت اي اس 2 اكس على 4 كلها بتساوي ايه؟ بتساوي متغير جديد وليكن التي ومنها لما نيجي نشتغل هنا علشان نقدر دي اكس بنفضل الطرفين وليكن دي اللي هو مثلا كده بتساوي 4 تي بتفاضل الطرفين تفاضل الاي نفسها وتفاضل الاس ب 2 دي اكس تفاضل الناحيه الثانيه 4 دي تي. خلاص؟ عايز من هنا اجيب الدي اكس حاضر اقول لازم الدي اكس بتاعتي تساوي 4 دي تي على 2 تي طب ماينس 2 اكس من الفرق اللي معايا كانت بتساوي كام؟ 4 تي. الأربعة اللي هنا مطروحة على هنا والنتيجة دي تي على تي يبقى آد الفضل بتاعي وآد التفاضل عشان أجيب منه دي إكس لقيت إن أنا بجيب الدي وليمتس الحدود اللي هي لما الإكس كانت بناقص ما لا نهاية التي كام؟ ولما الإكس كانت بموجب ما لا نهاية التي تبقى كام؟ إكس معايا ناقص ما لا نهاية للتعويض هنا إي أس ناقص ما لا نهاية دي زي الإكس معايا بموجب ما لا نهاية إي أس بموجب ما لا نهاية دي ما لا نهاية آدي النيو ليميتس اللي عندنا يبقى ده معناها التكامل بتاعنا هو تكامل الزيرو إلى ما لا نهاية آدي النيو ليميتس اللي معانا. بعد كده الصورة الجديدة اللي مش شايفينها فيها عند النظام الرابع ثابت تحت بقى 1 زائد بالنسبة للقوس ده كله على بعضه فرضت ان الاي ب 4 تي يبقى 4 تي على تي يبقى كله تي. ادي المقام بتاعنا. طيب الدي اكس اللي معايا من التفاضل في السطر ده تديني تي تي على 2 تي. طب الاي اس 4 اكس اللي موجوده معايا بقى فوق. طب اذا كانت اي اس 2 اكس بس ب 4 تي يبقى اي اس 4 اكس بكام؟ 16 تربيع. اه تعتبر اي اس تربيع يعني معنى كده تساوي 4 تي الكل تربيع يعني 16 تي تربيع. نبدا نبسط المساله معايا دي تعتبر 16 على 2 يبقى 8 على 4 تديني 2 يبقى 2 تكامل من صفر الى ما لا نهايه. عندنا هنا تي وعندنا هنا تي تربيع يبقى النتيجه كلها تي اس 1 وتحت 1 زائد تي كل اللي عليا بعد كده وبمر التكامل اللي موجود معايا هنا في الصوره اللي هناك اقدر اطلع الدي معايا دي كام؟ اقدر اطلع الدي معايا كام؟ يبقى انا طلعت النتيجه النهائيه بتاعي وبمجرد المفروض دلوقتي ان الام ناقص الواحد هتساوي رقم ده الواحد وان الام زائد الام معايا هتساوي رقم اللي معايا هنا اللي هو بيساوي واحد وهنا هطلع الام والام وبالتالي كده انا طلعت النتيجه النهائيه هتساوي 2 بيتا هي دي الفكره العامه اللي احنا بنشتغل بيها اثناء التعامل مع الدوال البيتا اللي بيكون فيها صوره بتاعت كل مطلوب دايما في البيتا انك تفرض فرض مناسب للمساله تحول المساله بتاعتنا من صوره مع مفهومه زي اللي قدام دي كده الى احدى صور اربعه معروفه دي او دي او دي او دي حسب القاعده اللي احنا لسه قايلينها من شويه ونختار فيها الفرض المناسب للمساله. ماشي؟ اعتقد ده يعتبر بالنسبه لنا